عليكم ورحمة الله وبركاته إلى محب الفن وعشاق الجمال مع الزراعة المنزلية فن وجمال، ومع نباتاتنا المزهرة في الربيع إن شاء الله بنقوم بعمل مشتل خاص بيها بالقناة في المشتل الخاص بيها. والنهاردة بنتعرف على زراعة بذور نبات المنطور، وكلنا عارفين النبات المنطور دوت نبات مزهر، زهرة جميلة جدا بتطلع في الربيع بداية من شهر 2 أو شهر 3 وبتستمر طوال الصيف. وفي الفترة بتاعت الصيف إن شاء الله بيكون احنا بنجمع منها البذور الخاصة بهذا النبات لإعادة زراعتها في العام المقبل إن شاء الله. والنهاردة بنشوف شكل البذور الخاصة بنبات المنطور. بذور صغيرة جدا تم جمعها، ديت بذور نبات المنطور، بذور ضعيفة جدا وصغيرة، بذور محببة صغيرة جدا. واضح هذه البذور الجميلة التي تم جمعها من نبات المنطور. ودلوقتي احنا بنتعرف على طريقة زراعتها. بنقوم بنسر هذه البذور فوق سطح التربة، وطبعا البذور ديت احنا مش يعني انا مش شايفها خالص دلوقتي لانها صغيره جدا، فبنقوم ايه بعمليه مضاهاه للتربه وعمليه نسر متساويه او متزنه لهذه البذور. طبعا البذور صغيره جدا، وتم تجهيز تربه المشتل دوت بحيث انها تكون حبيباتها صغيره حتى لا تختفي هذه البذور إلى أعماق كبيرة من التربة، وحتى تكون عملية الإنبات سهلة وبسيطة. ودلوقتي بنشوف عملية نسر بذور نبات المنطور الجميل. إن شاء الله تطلع الشتلات، وبنشوف وبنتابع عملية التفريد لهذه الشتلات، وبنشوف الزراعة بتاعت النبات الجميل دوت إن شاء الله. نباتنا الجميلة هنفرد الشتلات ونتابع معاكم كل التغيرات الخاصة بهذا النبات. طبعا بنقوم بعد عملية النسر ديت بعملية تغطية التربة بطبقة خفيفة، تغطية البذور بطبقة خفيفة من التربة. كما تشاهدون عملية سهلة وبسيطة جدا. وطبعا احنا عملنا بيوت خاصة بهذه النباتات، وده النبات الثاني عندنا بعد نبات القطيفة. عملية تغطية بذور نبات المنطور بطبقة خفيفة من التربة. وإن شاء الله غدا سوف نقوم بري هذا المشتل الجميل، وبعد يومين بنقوم بعمل صوبة زجاجية أو بيت بلاستيك حول هذه البذور، وبنتابع معاكم عملية الإنبات وعملية تفريد الشتلات الخاصة بنبات المنطور. عملية تسوية التربة عملية مهمة، طبعا البذور ضعيفة جدا وصغيرة جدا، علشان كده احنا بنقوم بعملية التسوية ببساطة او بحاجة خفيفة او بايدينا كده، وبنتابع معاكم عمليات النمو لهذه الشتلات وهذه البذور الخاصة بنبات المنطور. إن شاء الله بتطلع الشتلات وتبقى جميلة، ونتابع عملية التفريد، وإن شاء الله يبقى عندنا نبات منطور جميل مزهر في الربيع، مع وعد بفيديوهات أخرى لنبات آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.